ديري لبس عليكم معكم خصكم شهرزاد. كما كتعرفوني كل نهار موضوع. كي يقول لك واحد المثل، واحد فمو جاب ليه بقرة، واحد جاب ليه نقرة. نراقبوا فمنا، نراقبوا نسالنا اشنو كيقول. خلي قلبك كحل او قلبك قطران وفمك عسل. لان اليوم بزاف الناس في المواقع التواصل الاجتماعي فمهم شدهم في الحبس. علاش حنا ما نكونوش بحال هاد الناس؟ ولو يكون ما كيبغيكش كيقول لك بونجور. وحنا عندنا ناس ملي كتقول لهم صباح الخير هما كيكرهوك، ما كيقولوش لا ما كيردوهاش عليك. غتقولوا لي كيفاش نقول لكم كاينين الناس اللي كنقولوا لهم حنا بونجور صباح الخير وما كيردوهاش علينا. هنا كاينين الناس واخا يكونوا كيكرهوك وانت نازل كيشدوا لك الباب، نازل نزل هو قبل منك او نزلت قبل منك كتشدك الباب احتراما لك وتقول لك بونجور وتشد لك الباب حتى تخرجي، ومضطر انك تقول ميرسي او تقول يعني بديك اللغه ديالهم شكرا. بونجور دائما الابتسامه في 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 فمهم، لا رشوه لا والو، عندهم حياتهم هكا. ومن عشر قوم من 40 يوما اصبح منهم. فاحنا هاد الناس تعلمنا منهم بزاف الحاجات. اللي ولينا كنمشوا مثلا حنا لبلادنا وكنستغربوا، كنستغربوا من بزاف الحاجات، من مثلا النظام كذا كذا. المهم ما علينا، انا ماشي من الناس اللي كنهضر في السياسه او كنهضر في الدين. انا خاطيني خاطيني هذاك الشيء، ما كنهضرش في هذا الشيء. ولكن دائما خلي فمك عسل. كاينين الناس كنقابلوهم ما كيبغوكش ولكن كيهضروا معاك بالمعنى كيما عنيو عليك وانت ما دير لهم والو. على سبيل المثال انا عدوت نسا ما عرفتش علاش. المهم هذا باب واحد اخر. كاينين الناس كيقابلوك وكيمعنيو عليك والمعنى خايبه ما كتعرفش ما ترد عليهم. كاينين الناس كيجرحوك وانت ما درتي لهم والو وما درتي لهم حتى شي حاجه، ولكن هما باغيين يجرحوك، باغيين يقولوا لك شي كلمه اللي تضرك. ولكن علاش؟ او تكون غادي ويبقاو عليك كيهضروا من ورا ظهرك، كيخفوا غير عليك، كيخفوا غير الذنوب عليك. المهم ما علينا. كاين وكاين 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 وكاين، الا جينا حنا نشوفو كاين وكاين 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 بزاف. نقدر انا بالظرافه ديالي نضرك، الظرافه ديالي نقدر نضر انسان ما كيبغيكش، تقدر تضرو بالظرافه ديالك. هو ما باغيكش وانت كتكون ظريف معاه، يعني ما حنا ما بغيناش نقولوا لا خصنا نكونوا بحالهم او خصنا نكونوا يعني ضدهم او خصنا يعني انسحاب ثم انسحاب. دائما انا كنهضر على الانسحاب، دائما كنقول الناس اللي ما طلقش لينا ما عندنا ما نديرو بها، والناس اللي ما طلقش لينا نبعدوا منها. داكو كاينين الناس اللي بزاف الناس كيقولوا مثلا على سبيل المثال هذه راه سكوتيه وما كتهضرش وظريفه وكذا. وهذه كيجون انا كتعجبني لان هي طبعها هكاك، ولكن كاينين الناس كيحقروها كيقولوا ويلي ساكته ومغلوبه على امرها. هي ماشي مغلوبه، هي الظرافه راه قوه من الغوت. الغوت ماشي لاموض. حنا كنشوفوا في المواقع التواصل الاجتماعي ولا النقير والنقيت وبلاتي عليك الفاعله، يا تاعك يا الصانعه، والناس كتضحك وكتصفق ليهم وعاجبينهم وهما كيهضروا غير من القاع الخابيه. يعني ما بقاش لامود درافه، ما بقاش لامود سكات، ما بقاش لامود يعني انني ندخل سوق راسي. ولا الناس ولاو كيهضروا ويتعايروا وتعطيها وتوطيها. ولكن ما تنساوش باللي القانون ولا كيعاقب على هاد الناس، راه كيتسمى فيولونس، يعني كيتسمى انك كتضرب ليه في العرض ديالو وانت ما سرق خبار، غادي تجيك نوبتك
وغادي تشد في الحبس بحال خوتك، لان ما يمكنش وماشي مزيان اننا نبداو كنعريو في اسرار الناس، ونبداو كنعايروا في الامهات، وكنعايروا في الناس، وكنقولوا يا الفاعلين يا التاركين، وراجلك فاعل وراجلك تارك، والناس كتصفق، ولاو كيديروا محاضر وبالمعيار، ولاو كيهدؤوا الناس كتصفق لهم. ولكن ما تنساوش بان راه الا ديكلاراو بكم غادي تشدوا في الحبس، لان كيتسمى حتى هو يعني تعدي، كيتسمى حتى هو فيولونس، كيتسمى تعدي، يعني تعدي على الحرمه، تعدي على خصوصيات، تعدي على الناس. فهنا كنقول لكم دائما نكونوا كنهضروا زوين، واللي قدامنا بغى يهضر خير ماشي شغلنا حنا، خصنا دائما كما كربي بناتي وكنقول لهم، كتقول يا ماما انا قلت لها بونجور ما رداتش عليا، لهلا رد السلام غير تاع الله، السلام غير تاع الله، ما بغاتش ترد عليك هذيك السلام، ما بغاتش ترد عليك، ما ترداش عليك، انت قلتيها الله، قلتيها في بأدب وبأخلاق. كنقول لها بقاي هكاك، بقاي تقولي السلام، بقاي تقولي بونجور، واخا ما ترداش عليك، كيفما تلاقي معها قولي لها بونجور. والسوء والشر كيغلب على الدرفة، كتغلب على الشر. فاحنا كان زمان قال قلتي قال ما قلتي قال قلتي قال ما قلتي المعاني، يعني تتتي تتتا المعاني كذا كذا، واحد الفتره ما بقاتش لامود، ودابا رجعوا عليهم، اعطيني نعطيك اعطيني نعطيك، وداك الشيء كنقول لكم راه ماشي مزيان، انني اعطيني نعطيك اعطيني نعطيك، ونعير امك ونعير اختك ونعير جدك، ولينا وصلنا كنعيروا حتى الملك ديالنا، وحتى الرئيس دي، حتى الوزير ديالنا، حشومه. عيب اننا نوصلوا السلطات ديالنا اللي حاميننا اننا نضربوا فيهم، والملك اللي هو حامي البلاد وبيه حنا هازين ريوسنا نضربوا فيه، ماشي حشومه، عيب وحرام. ولكن هادشي ما بقاوش كيسكتوا عليه، ولا كل واحد كياخذ الجزاء ديالو. وكنتمنوا حتى لا خديتي انت شي معياره وقدام الملا ما تسكتش على حقك، انا بعدا ما نسكتش على حقي لا شي حد عيرني او شي حد تعدى عليا، لان هنا في فرنسا كتاخذ حقك من انسان كيعيرك، لانك كيزعزع لك كيزعزع لك الاستقرار ديالك. فاحنا ولات عندنا لاموت، ولات عندنا كتوقف ولا كيوقف وكيبدا يمجد فيه ويمجد 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 ويمجد، والناس كتصفق لي. فعيب وحرام اننا نبقاو كنعايروا في بعضياتنا. خلي قلبك قطران فمك عسل، حشومه تعايروا، حشومه نعايروا الناس. كاينين الناس اللي كتهضر معاك وترمي لك قداش واحد المعنى، جيني فاس جي عندي وقولي لي اشنو بغيتي تقولي، ما تعطينيش في ظهري، ولا عطيتيني في ظهري او قدامي زلقتي شي معنى، انا ماشي بنت هذاك الشيء بحال هكاك، وما ملفاش بيه، ربي اللي غادي يجاوبك، ماشي معناته انني ضعيفه او خايفه منك، ولكن انا انسانه ما تربيتش على بحال هكاك. حنا كان ملي كتكون قال قلتي قال ما قلتي، كان ابا الله يطول في عمره الحاج كيوقف المهزله توت سويت، ما كتبقاش ديك قال قلتي قال ما قلتي. هادشي فاش تربينا، ما تربيناش على ما نعرف، وفاش جينا كاع هنا حنا صغار لاوروبا ما بقيناش كاع كان هذاك الشيء كنقولوه ولا كان يعني من حشومه عيب. وهكاك ربينا وليداتنا بناتنا ما يعيروش الناس وما يمجدوش في الناس، لان داك الشيء عيب، وملي كيهضر في من وراك غير كيخفف عليك الذنوب. خوتي انا بغيتكم تدعموني، الدعم لايك 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 وبارطاجو، لما متابوناش يتابونا، محتاجه من الدعم ديالكم، كنبغيكم كنحماق عليكم. انا شهرزاد كل نهار موضوع زوين اللي تستافدوا منه ابسط ما يكون. احنا راه